عزيزي المشاهد، البرنامج ده مش برنامج كوميدي وبس، ده حلقة إنسانية. استضفنا في البرنامج ده ناس كتير، منهم الفنان، الصحفي، سواق التاكسي، والمحامي، وغيرهم كتير. اضطرينا نعرضهم لضغوط كتير زي ما بيحصل في الواقع بالظبط عشان نعرف قد ايه هما بيحبوا البلد دي. تعالوا نشوف النهاردة هيحصل ايه. صحفية، الاثنين مع بعض واحنا عايزين نجندها. هتتجند؟ لا طبعا. هتتجند يا محسن؟ لا احنا اللي هنتجند شكلنا. هاي سوري، ممكن اسم ريهاب؟ اوكي. ما اعتقدش ان رحاب هتستسلم لنا بالسهل، يعني اللي عرفناه عن رحاب ان هي يعني صحفية رأيها قوي وماسكة متمسكة برأيها كمان قوي. هديكوا شوية معلومات كده عنها هتنفعنا. اوكي خلي بالك عشان تمضي. يلا put on the side. Why I have to do this? بس اوكي تمضي. بصوا يا امبارح، اول حاجه الاول هي صحفيه في اخبار اليوم، جريده اخبار اليوم، امبارح كانت في مدينه الانتاج الاعلامي وكانت بتصالح سامح زين على بتوع اخبار النجوم. تمام. في مشاكل. تمام. وبعد ما خلصت راحت محل حلويات علشان تشتري تورته لبنتها، بس ما لقيتش حلويات طبعا. ما لقيتش التورته، جابت لها شنطه عليها سبونج بوب وحطت لها فيها شوكولاته. تمام. اتغدت كمان امبارح بيكاتا وسيمون في مين. شوفوا وصلنا لغايه فين التفاصيل. فيكتور انت لازم تقلعها من الحته دي، تحسسها ان انت انا كنت بتغدى معاكي على الترابيزه اللي جنبك. بنتها اسمها كنزي. اوكي. عايزك بقى انت تشتغلي لي على حته اللي هو ايه؟ كنزي. حبيبتي. بتحبي كنزي حبيبتي. ينفع كنزي تروح لك؟ فكري في كنزي. تمام. تمام؟ انا كده طمنت عليكي. طمنت عليها. وانت احمد بيه امان؟ انا اعرفها قبل كده، كلمتها، حصل بينا لقاء في على التليفون، اعرفها بس هي ما شافتنيش وده مقلقني جدا. لا 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 ان شاء الله مش هتعرفني. تمام. انت امان؟ امان؟ امان يا فيكتور؟ انا امان. يلا بينا. ربنا يقوينا على الشر يا رجاله. يلا بينا. اتفضلي. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. تمام الحمد لله. مين كلمك؟ على ايه؟ على الانترفيو. حد صاحبي جدا يعني، عمر كلمني. قالك ايه؟ محتاجين ناس. قالوا محتاجين ان انتوا محتاجين ناس مميزين، سبيشال اند ذا وورلد. ام سبيشال. بعرف حبيبتي. اوكي ممكن نتعرف على بعض اكتر؟ اتس اوكي. اوكي انا هعمل معاكي الانترفيو، هسالك كام سؤال ويا ريت تردي عليا باختصار، وبعد ما نخلص الانترفيو هنقعد شويه ندردش مع بعض. أوكي. اسمك ايه بالكامل؟ رحاب فوز. خريجه ايه حبيبتي؟ اداب. انتي صحفيه. مرتبك حوالي قد ايه بالشهر؟ شايفه ان المبلغ ده ممكن يعيش حد كويس بمصر؟ مجهودي كويس. طموحك تاخدي كام بالشهر؟ حسب الشغل، حسب الوقت. بغض النظر نفسك يبقى دخلك قد ايه؟